ماستر كاسيت تسجيلات جاد أبو حسين. يلين يلين يا بادي مساء الخير وخطره يسهل لي ده والعذاب والويل بقول دوار الدنيا دوارة غدارة الدنيا غدارة تاخدنا وترمينا في بحور ملهاش مين لما بتدينا لما بتدينا تفوتنا حيارة يا عمي يا صياد قول لي الحكاية ايه جيت الدنيا مش بخطري لكن جيت وفي زحمة الدنيا كبرت وشبيت يا عمي يا صياد قول لي الحكاية ايه جيت الدنيا مش بخطري لكن جيت وفي زحمة الدنيا كبرت وشبيت الدنيا المفترية من يوم ما مشوارنا ابتدى والعيش صار ما أدى مثل الضمير على كل باب ومحروم من دوي من يوم ما مشوارنا ابتدى والعيشة صعبة ما أدى مثل الضمير على كل باب ومحروم من داوي واللي الورش ما بينامش اللي الورش ما بينامش ما بالك بقى من عليه بلون ابوك يا فقر يحوجني للانزال زلت عزيز النفس علشان عظيم المال ملعون أبوك يا عزر زلت السؤال أدان أنا ولعبت يا زر وتبدلت الأحوال وركبت يا هون في سكة الأمر لأروح لأول واحد احتجت دوب سؤال كسر بخطري ساعتها
دواني دي الحام الماء صحي أنا واسنده لوان ووقف جنبه في المحن وأكون طويل البال وعرفوا إن الفلوس يا أبو اسكندر الفلوس ما بتعملش رجال دي الحاجة صعبة ومرة يا ما بهدلت أبطال بس خلاص أنا نفسي تسافر بعد ما إيدي الوقت تمام بس خلاص بعد ما إيدي الوقت تمام كنت عامل خدي ملاس بحب الخير لكل الناس كنت عامل خدي ملاس بحب الخير لكل الناس معنا فرقة الدفكة عشان مستعجلين نرجع بنكمل مع الشباب معنا فرقة الدفكة.